ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذا الفيديو. سنتعرف فيه على مباراة جديدة، مباراة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. بعد الدخول إلى الموقع تجدون هذه الصفحة، فيها كل المستجدات بالنسبة لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. بالنسبة ل هذه المباراة التي نتكلم عنها اليوم هي مباراة ولوج كونكور داكسي بروميير اني سيكل داني ولوج، السنة الأولى من سلك مهندسين معهد الزراعة والبطارة. كما رأينا دخلنا إلى الرابط. بالنسبة للتخصصات المتوفرة: سيونس جيوماتيك انجينيري توبوغرافي و جيني رورال. لي كونديسيون بالنسبة للشروط: تيتولير دي ديبلوم سويفون يكون عنده دوك مات لانفورماتيك ولا فيزيك، ولا ليسونس مات لانفورماتيك او فيزيك، او ديبلوم دي تكنيسيان او توبوغرافي او تكنيسيان او جينيرال، يعني باك بلس 2، زائد avoir obtenu des mentions bien durant la scolarité. يعني كان عنده mention bien في النقاط ديالو. بالنسبة للكومبيتونس ريشيرشي، يعني خصك تكون فورماسيون تكون ماتيماتيك physique, l'informatique, statique et français. Il y a des compétences, ou des connaissances dans les domaines liés à l'option choisie, une filière l'hectare. Dossier de candidature. J'ai demande manuscrite adressée à monsieur le directeur de l'IAF, copie certifiée conforme du baccalauréat recto verso, comme ça d'accord avec ton verso, zaid copie certifiée conforme de notes obtenues après le baccalauréat, bien nous n'a pas de baccalauréat certifié comme ça d'accord, zaid copie certifiée conforme des diplômes obtenus après le baccalauréat, diplomate aïe de moussa d'accord, copie nous sera wahida, cv précisant les coordonnées, il confirme l'adresse, téléphone et les mails et qu'on me demande, zaid copie légale des ICN, بطاقة الوطنية مصدق عليها، ثم أخيرا غوسيت بيمون دي فري ديتيد دوسي، يعني 240 درهم نور مغسل مدرجاش فيغ لياف على تريزوري تريزوري جينيرال دو رويوم، ف والكونت راه دايرين ريب تما فين غنسيفطو لك فلوس. أبخي بالنسبة لدات سوميسيون دوسي وآخر أجل هو 8 أكتوبر 2020 واخر اجال بالنسبه لاستقبال ديال لي دوسي. يعني واول مرحله بالنسبه للتسجيل هي فورمولير دانسكريبسيون، كليكي او فورمولير دانسكريبسيون يطلع عندنا انسكريبسيون عليا نوفو كانديدا دير انسكريبيفو. بالنسبه لانت عندك معلومات ديالك تولي تدخل الايميل والمود باس تدير كونيكسيون تدخل البروفيل ديالك تولي عندك معلومات شخصيه ديالك. المهم نتلاقى في فيديو اخر ان شاء الله، تشوفوا فيه من بعد اذا طريقة تجيب. توفيق إن شاء الله للجميع، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.